باسمه أربعة ضد النادي. فلما يرجع زكريا العبيدي عنده قضية أولى خلص فيها ثم شكيلة في فيبري آخر فيبري 21 قرب مش قرب 305 ألف دينار عن 305 ألف، ومن بعد مشاش فيها على بقية العقد بتاعه للجنة النزاعات صرف الجامعة وحبط له 64 مليون دينار حوالي 65 مليون دينار 65 مليون حوالي 65 مليون خلينا نحكي بالمليمات 65 مليون هو خذا الحكم هذاك ومشى به للتاس عندنا مالوريزمون كان جوز بريدونس اللي هي يوانتوس كار هو اتك عليها وتعدى وحاليا للتاس اللي احنا مازلنا في مراحل التقارير مازلنا باش نجاوبوا حكمت له فوق المليار و200 يعني بالضغط نتاع المصاريف ونتاع القضايا ونتاع الديون اللي متراكمه من دخولكم من 15 سنة وفما ديون رجعنا لها 2009 و2012 أكثر حتى من 15 سنة ما خلتناش. لكو عاود هو رجع للفيفا عاودت تعالجها القضية بتاعه فلتصل لك مش فلتصل الكل كيف كيما اخواننا الكاميرونيين كيف كيف نفس الحاجة هذوكم اخذوا ثلاثة اقساط تعالوا زوز اقساط زوز اقساط ما خلصوش عاودوا رجعوا والحمد لله ثلاثة ولا أربعة معناتها نهارين التالي سي دو جوغ البارح حكيناهم على البورتاي اللي كان نتاع الفيفا الحمد لله خلصوا مجهودات الجمهور هذايا والناس اللي عاونت واللي دار وكنا مع بعضنا معناتها سون بوغ اوتون باش نحسن وهذا هذايا انا جاوبت سي بي سان بعد كان فما زاد سؤال باش يزيد بوارتو انا هذا سي حاج احنا اسمها نادي فيه 5000 الواحد كي هذاك ربي يعينه علاش نذكروا في اسمه عملت مقدار وقيمه حتى واحد تعدى على الكلود فلوس شخصيه لا سامحني شوف فما قانون انا مش نذكروا اسمه بعد ما بدي وبعد مش مش كيفية علاش عندي فيه تحبل لا سامحوني حتى بالكلمة خلينا نفهموا بعضنا انتم فاهمين والسيد يعرف شو يقول وحدة 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 الحاجة اللي لازم ياخذوها من الناس الموجودة لهنا الأسامي الموجودة راهي الكل ما تعاملش معانا بنفس الطريقة راهو فما شكون زاد تعامل بطريقة طيبة وطريقة متحضرة ومتفهم حتى حد غلط صحيح ما راهو صار تقسيم ما نحبش ندخل في الديتاي ولا سمعنا كذا وبالتالي دينار ما نقصوش بيعي ولا خايف دينار ما نقصوش ما نقص حتى دينار صرنا بمبالغ على ثلاثه مع الغدر ما هبطتش هبطت زياره معناتها فيزيت كونتوازي اخذنا حبينا وقتا اون بلاس مارسيل كيف كيف كان مشينا سيتيم فيزيت كونتوازي باش نحينا 420 الف اورو نحينا بريس مليار و300 تونس المليمات ومشكورة أولمبيك مارسيل الشخص رئيسة فاضل لونغوغيا اللي لقينا تبريد كارنيه دبليس بتاعنا أما هي مش مشيو وسط معناتها وكلنا ضيوف عليهم إيمان بريسات نحينا لهم فلوس روح ماهيش توبة التوبة الوحيدة حاليا هي التوبة مع جبل المكبر القدسي شيء أصبح منها هو لو شوف الربح لو بي 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 تعرف بي 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 زد بي 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 طموحات اخرى اللي ما نجمش نعلن عليها تو فهمتني هذا لازم تخدم شوي كان نعلن عليها تتحقق نبداو بالتوبه العاديه اللي هي فيها تبريد الخبرات وتراقصات وتبريد على شلال اللاعبين ومقابلات مدين وبعد نباس ونخشوا ان شاء الله وهذا حكيت راهو اخر حاجه لاماس لاماس الكبيره من لاماس سيلونسيوز ما هي المينوريتي صغيره اللي هي تخيس اكتيف عبيد تحت في الفلوس هدفها الوحيد التخريب لا يحب الشك حالينا البيبان يجب ايج لا يحب يخرب وانت تعرفهم والناس كل يعرفوهم تو دري ما ولا فما دي فوق من فيه يسبوا فينا ثلاث مشي الحبس يعمل لك كاج فما شكون يعطي في شاي فما واحد ذو معناتها
حاجيات خصوصية وراك يشيل وعامل ياخذ في شهرية من عند واحد كان يخدم معاه عام ما تشموش ما تنجمش يبيعك من برا ديزادريس مين دوميسيلي ما نعرفش شراوين وسبونسوريزي وفلوس عباد تصرف واللي يبدا برا يصرف عليك حتى سلايس فرق على هذا راني شوف لا هذيك على ارجل اللي يعمل لايف بوجه ارجل امريكا افلاطو الاعلام اللي متخبي وراك لافيه ومتخبي وراك بروفيل باش يسبوا الدور وسيبوا في بالك حاجه روبوتيزي وصلنا للروبوتيزم في لي باج راك الدور راهو 129 باج فهمني فوق 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 300 فوق بروفيل راهو لي كومونتير مباني ولا مباني في الباج اوفيسيال وما خلطناش راهو شي شبه الكذب راهو الضغط اللي مسلط علينا ايمان وغصنوم فما ما تشوفش الاطراف اللي يبداو عندهم المعلومه اجا هذا اجا راح مثلا في مادة في مات اجا هزك المادة في البيت فما عبيد ولا تغسل على جنب وعندهم الحق مش اقعد انا افسر له خبيرك جبت لي على 23 ساعه جبتها على ضيم جاوب الخونا رضوان رضوان صاحبي يا ولدي مشكور عليها جبتها على ضيم يا ولدي مشكور عليها حاجه شوف شوف ما مسك حاجه عندك مش عايز تقول لك زوج ايما كيما سينابيل كوكي وهو ربي يعطيها قد قلبه ونهنيه ونهنيه بالبطوله اللي هزها وزع الغداء. نبيل كوكي نبيل كوكي تنجم تقول لك باش عباه سامح عطاء خلاف اللي سامح في 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 الديون عطاء باش نفكر زاد على المليار كيف كيف سامح باش تعطي مثلا نتاع الناصر الجديد اللي هو مش موجود معانا معناها في مارسيل معناها وبتاع الاتوال كيف تحسينه مبني الناس الاشبيل دي شبيل مش كيف كيف شكور جارز سابتين جزيل الله يرحم الدين هذو مبعن هذو معامل في الادخل هذو معامل في الادخل هذو خرجوا في الباب الصغير من نادي الافريقي هذو ساعات نقصروا على جولاتنا وبعد لا ننبو قالنا بالعيبة شوية لا وقف كاريره سيف الدين الجزيري خرج مش من ثقب مش من بيت خرج من كوبا فهمت يا ربي لا بربي وعاود كاريره رانا حطمنا التسارير دي لاتيو لازم نقولوا شويه راهو فين بهاد الجوارح يا صحيح هما ساعات عنده شويه ثلاث هم تعاملوا معاه وخل عيشوا عادي وراك مش انت نصوير راهو كيف الى ما نهار كان كاين مع بعض انا ما قلت ربي لاباس ربي وصلنا كامل الخير ان شاء الله أما أنا عندي كنت فما ساعات عبيد تبدا تنظر لك تحب تلبس الجبة بالسين وعندها تابع تحب تحطه هذا تابع رئيس هذا تابع ومجالس رئيس هذا تابع العام أنا عندي شوية تابع شوية سبيسيال عندي شوية حماسة بزيدة شوية واحد اثنين أما هذا راه تابع التبغيج بتاعك هو معاك هو تعاقب لا تسيبوا التوكيل يا حجي تعطيتهم فرصة لا ما عندهم حتى فرصة ما هبطوش ما عندهم حتى فرصة طبعا حاجات طبعا دي بحوق يا بخيسيز جدوات لبا كيف بريسيدون بتاع الكوكو يا الحبو يا يا أما راني أنا مرة أخرى نقول راني أنا من أنا موجود والأولاد معايا موجودين راني من باب المسؤولية ما نجموش نسيبوها أما وما بتوعك رانا تعبنا تقول لي علاش ما ترشحتش نعاود أنا مرة أخرى ثلاثة سنين ما قالش أنا شوي إيكويزي الحقيقة بتاعتها واللي معايا زاد السيد هذا البارح هيك نزو ما بعرفش شو بدي اسوي شو انا 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 بدي اسوي شو انا
هذه وقت اللي هي فرق انت هو يجي يتطر لي ويقول لي نحب شد بريس بلوك وين الوقت اللي عندي 40 مليار يورو انترو لا عبو يهز ديتر ويقعد مش يهز ديتر ويقعد هاي انا قلنا قديلة موجودين الأكثرية اللي احنا يقعد كمش كلهم انا قلت بالسيد ونقدرهم ونحترفهم ونحبهم وراهم ديما باتصال مع بعضنا وراهم باشا مرات لان مش كل ديما يعاونوا فينا مش هكذا فيه كل واحد من بلاصتو ومن البلاتفورم تاعو مشكورين. شحبي بكار خلينا نكونوا جميل شوية ونلفوا ما نعطوش على ذلك مجالي نحن الدليل نكونوا جماعية كبيرة وعائلة كبيرة لا مش مشكلة لا كبيرة باي مش حاجة باي طبعا طبعا